أعزائي الرياضيين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات قاسح ولا كذاب، واللي هو الموعد الثاني على موقع www.genigood.ma. طبيعة الحال قاسح ولا كذاب كنناقشوا من خلاله مجموعة من المواضيع اللي كتهم كرة القدم الوطنية والرياضة المغربية بصفة عامة. معي للنقاش في هذه الحلقة زميل الصحفي سي محمد مغودي. سي محمد مغودي، مرحبا بك. مرحبا بك سي منير، ومرحبا بكل المشاهدين الكرام. طبيعة الحال في حلقة اليوم غادي نناقشوا موضوع مهم جدا، وهو اللي كيهم بالدرجة الأولى كرة القدم المغربية، وخاصة وأننا ننتظر بفارغ الصبر هذاك الموعد ديال 25 أكتوبر 2013، واللي غادي يكون هو موعد الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. هذا الموعد غادي يكون موعد مع الديمقراطية، موعد مع القطيعة مع الماضي، لأنه في هذا الموعد غادي يتم ترشيح مجموعة من الرؤساء بمجموعة من اللوائح، ببرامج، بانتخابات، بصناديق الاقتراع، بمجموعة من الأشياء اللي ما كانتش في العهود السابقة. هذه كلها أشياء كنقولوا من خلالها بأنه راه غادي تكون ديمقراطية في الجمع العام المقبل، والدليل هو الحراك اللي كنعرفوه في الساحة حاليا. مجموعة من الرؤساء المرشحين لمنصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بدأوا في الحركة، بدأوا يهيئون اللوائح ديالهم، خاصة فوزي القجع اللي هيئ اللائحة ديالو، نور الدين القنبي كذلك يتحرك لضمان مجموعة من المسيرين اللي غادي يكونوا في الصف ديالو، كذلك الشأن بالنسبة إلى أكرم رئيس فريق الوداد البيضاوي، ومجموعة من المسيرين الذين هم الآن في طور الاصطفاف مع هذا الرئيس ومع هذا المرشح أو ذاك. سي محمد مغودي، قبل الدخول في صلب النقاش حول الجمع العام ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، السؤال اللي كيطرح راسو، شنو التفسير ديالك انت شخصيا حول انسحاب علي الفاسي الفهري ليله 19 جويلية 2013؟ مع العلم ان علي الفاسي الفهري انهى التفاصيل ديال الفريق ديالو اللي غادي يخدم معاه، انهى التفاصيل ديال الدخول في ولايه اخرى. واش نقولوا بانها فقط رغبه من علي الفاسي الفهري قال الله يجعل البركه، أو أنه انتصار للوزير محمد أوزين الذي أصر على تطبيق القانون؟ أولا ما يمكنش نقول انتصار لمحمد أوزين، لأن أعرف وكما يعرفون المغاربة أن هناك مجموعة من رؤساء الجامعات المغربية الذين يسمون بجامعة السيادة قياسا على السابق وزارة السيادة، الذين نفوذهم يفوق نفوذ الوزراء ويفوق نفوذ الحكومة بكاملها. ما وقع لي علي الفاسي الفهري هو أن كانت هناك تقاطع بين الإرادة الرسمية للمملكة المغربية والإرادة الشعبية للمملكة المغربية على أساس لا تستمر هذا العبث، عبث المكتب الجامعي برئاسة علي الفاسي الفهري. العبث فاش؟ العبث على مستوى الحصيلة، الحصيلة كانت سوداوية على مستوى المنتخبات الوطنية، وخاصة المنتخب الأول الذي صرفت عليه الملايير دون أن يحقق أي نتيجة. نفس الأمر ينطبق على المنتخبات الأخرى باستثناء الفلتة الوحيدة للإطار الوطني الشاب حسن بن عميشة. الملايير التي صرفت بحصيلة سوداوية لا يمكن للمغاربة أن يقبلوا بذلك. ثانيا، ما يفيد أن ليس الوزير هو الذي كان وراء ذلك، لأن الأمر يتعلق بعدم الترشح. لو أن الأمر يتعلق ب تأجيل الجمع العام للمصادقة على القانون الاستثنائي كنا نقول أن الوزارة الروسية هي التي كانت وراء ذلك. أما الأمر يتعلق برجل دولة يده منصب ووظيفة كبيرة في الدولة المغربية، هذا الشيء كنعرفه، ما يمكنش نجيو للوزير ويقوم بهذه العملية ديال منع رئيس السي علي الفاسي الفهري من ترشح الولاية الثانية. لو كان الأمر بيد الوزير لكانت بعد الضجة المغربية حول راتب غيريت ومصارف غيريت وحصيلة غيريت، ومع ذلك الوزير جاء إلى البرلمان وأصبح يدافع عن الخطأ الفادح لرئيس الجامعة الذي قال ارتكبت خطأ الفادح لما وقعت على عقد سري مع غيريت. دونك المعركة أو عدم ترشح علي الفاسي الفهري لولاية ثانية هو انتصار للإرادة المغربية الرسمية والشعبية، منها إرادة الجماهير المغربية، منها الإعلام الرياضي الحر الذي كان وراء فضح العبث الذي كان يقوم به علي الفاسي الفهري ومن معه. ولكن نعطيك واحد المعطى آخر سي محمد مغودي، وأنت الذي وصفت الحصيلة ديال علي الفاسي الفهري ديال هذا الرجل بكل هذه السوداوية، هذه أنا ما متفقش معك طبيعة الحال.
علي الفاسي الفهري الان اللي كتكلم عليه سي محمد ماغودي بهذه الحصيله هذه، فهاد اللوائح الان اللي كتهيئ في الكواليس للدخول في معركه الانتخابات ديال 25 اكتوبر، فلنفرض الا قرر علي الفاسي الفهري انه يبقى، واش كتظن انهم غادي يكونوا معاه او لا؟ الجواب كتبته السي منير، قلت يا جماعه المنافقين ارحلوا، نحن امام جماعه من المنافقين، منهم من قضى 4 سنوات وهو في المعارضه ولما جاء الجمع العام اصبح يمجد علي الفاسي الفهري، منهم من اتهم الجامعه الملكيه المغربيه بالارتشاء داخل البرلمان وبالفساد في التحكيم وجاء الى الجمع العام وبدا يمجد علي الفاسي الفهري. انا لا يمكن ان اتحكم في هؤلاء مجموعه من المنافقين. لكل مقام مقال سي محمد. فقط انا اقول ان الاراده الشعبيه التي فيها جماهير المغربي وفيها اعلام حر بقيت بموقفها، واقول ان الاراده الرسميه في المملكه المغربيه ايضا استجابت وتقاطعت مع الاراده الرسميه. انا لا اناقش المسيرين الحاليين، اقول ان في الجمع العام الاستثناء السابق كان عرسا للنفاق، ولا استبعد ان يكون يوم 25 اكتوبر. سي محمد ماغودي، الجمع العام السابق كيف تبعنا جميع كان موعد المصادقة على القوانين الجديدة، وكان موعد كذلك للالتفاف ولجمع الشمل بين كل مكونات كرة القدم. وبالله عليك إذا سلمنا بهذا المعطى أنه جمع عام لمصادقة على القانون، هل المصادقة على القانون هو أن نتحول إلى مجموعة من المهرجين ونتخذوا الأسلوب ونأخذوا الصفة ديال النقافات ونبقوا نديروا نعشقوا بعلي الفاسي الفهري؟ جئنا لنناقش القانون النموذجي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. نعم. الذي سيكون هو الملاذ للمراحل المقبلة، فإذا بنا نتحول من جمع عام للقانون إلى جمع عام للتبريح بعلي الفاسي الفهري، وهذه هي قمة النفاق. سي محمد، هذه غتنقلني باش نطرح عليك سؤال آخر حول السيناريوهات المحتملة الآن، فكيف ذكرت قبل ذلك في التقديم هناك لائحة ديال فوزي القجاع، هناك لائحة أخرى ديال نور الدين قنبي، هناك حركة ذات اليمين وذات الشمال ديال عبد الإله أكرم، بالإضافة إلى أنه شيء وارد أن علي الفاسي الفهري من هنا حتى 25 أكتوبر أنه يعلن عن البقاء دياله، مجموعة من السيناريوهات، ماذا يمكن لك تقولين على هذه السيناريوهات؟ أولا أنا أستبعد نهائيا نعم عودة علي الفاسي الفهري ليترشح لولاية ثانية، لأنه رجل دولة. الله أعلم. رجل دولة ما يمكنش يبان حدا المغاربة أنه كيكذب، قال لهم أنا رسميا ما غنترشحش ويجيو الان يترشح، انا استبعدها نهائيا. يمكن يرجع بحجه حب الوطن والواجب الوطني. حب الوطن هذا نقاش اخر، حب الوطن هو كل من فشل عليه ان يستقيل ويعتذر ويعطي الفرصه للاخر، هذا هو حب الوطن. علينا ان لا نزيد بالوطنيه كما كيدير لنا السي الطوسي دابا 50 مليون ويقول لي انا نحب الوطن. هذا موضوع اخر. هذا موضوع اخر. فيما يخص السيناريوهات المحتمل، نعم. انا يمكن ان اقول اهن عليك يا وطني. ففي الوقت الان اللي كان من المفروض الان يكون نقاش حول البرامج وكل واحد يقدم برنامجه ويقوم بحمله في المغرب، نعم. ويستقطب له مسيرين ويقنع به الاعلاميين ويقنع به الجماهير المغربيه، نسمع الان باسم هنا واسم هنا واسم هنا واسم هنا. أبهذه العقليه المتخلفه يمكن ان نؤسس لنهضه كرويه في المستقبل؟ اقول ان المرحله تقتضي من الان، خاصة للإعلام الحر، مازال أمامنا دقيقة واحدة، خاصة للإعلام الحر، أن تكون معركته الحقيقية هو أن يغير ما يوجد في الفرق الوطنية، أن يغير ما يوجد في العبث من في العصب الوطنية. نعم. أما متى سنقول أن هناك ديمقراطية؟ حينما سيكون هناك يوم 25 أكتوبر إن شاء الله 3 لوائح بثلاث برامج والنقاش مفتوح والحوار مفتوح، وآنذاك وأن نحتكم إلى سنادك الاقتراع باقتراع فردي وبترشيح سري، عفوا باقتراح اللائحه وبترشيح، نعم. وبتصويت سري. واقول لكم يا معشر المسيرين، اذا خفتم من التصويت داخل الصندوق فتعاقدوا مع شركات اجنبيه تعلمكم الديمقراطيه، لان هذا لن ارضى به لوطني. شكرا سي محمد ماغودي. مشاهدينا الكرام، كان هذا نقاش حول الجمع العام المقبل المرتقب للجامعه الملكيه المغربيه، فناقشنا فيه مجموعة من السيناريوهات المحتملة، مجموعة من الأوضاع الحالية اللي كاينين عليها، مجموعة من رؤساء اللوائح التي سيتم تقديمها للجمع العام 25 أكتوبر. طبيعة الحال لكم الحكم مشاهدينا الكرام حول القاسح والكذاب، لكم حرية التصنيف. إلى اللقاء.